معنا على تليفون للتعليق دكتور أحمد يوسف، المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس. مساء الخير يا دكتور أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور. دكتور أحمد، يعني بالتأكيد احنا عارفين علاقة تاريخية بتجمعنا مع الدولة الفرنسية، وازدادت هذه العلاقة زخما في السنوات اللي فاتت، تطورت لشراكة استراتيجية انعكست على المستوى الاقتصادي وكمان على اتفاقيات التعاون في الجانب الاقتصادي. شايف ازاي أهمية هذه الزيارة وما تم فيها يا دكتور أحمد؟ شوفي حضرتك، أولا التوقيت. توقيت لابد أن نلتفت للتوقيت. أيوة. التوقيت الحالي في تأزم شديد جدا في العلاقات بين الدول في شمال البحر المتوسط وفي جنوب البحر المتوسط. الملفات ملتهبة وساخنة. القيادتين السياسيتين في البلدين اتفقتا خلال زيارة رئيس السيسي الأخيرة إلى باريس على فتح المجال بشكل أوسع لتدعيم العلاقات الاقتصاديه بين البلدين. في الحقيقه العلاقات موجوده من زمان ومتسعه برضه، ولكن الجديد هو الرغبه في ان تكون تستعيد فرنسا مكانتها في مجال الاستثمارات في مصر، حيث كانت الدوله الثانيه او السادسه الان هي للاسف السادسه او السابعه وربما الثامنه. الرغبه السياسيه هي ان تنطلق فرنسا لتعود من جديد. الفرنسيين يعتقدون وقالوا لي هذا اليوم، قال لي يعني احد المراقبين، ان فرنسا لديها في مصر راس مال كبير جدا اسمه حب الشعب المصري لفرنسا، وان هذا لم يترجم بعد الى شكل اقتصادي واسع المدى كما يستحق الامر او كما هو الامر على المستوى السياسي على سبيل المثال. ايه المشكله في دي؟ يمكن انا سمعت دكتور مصطفى مدبولي بيتكلم على تحديات او مشاكل ممكن تجاوزها على المستوى الاقتصادي، فايه المشكله علشان فعلا يزيد حجم التعاون الاقتصادي ما بين البلدين، مع يعني زي حضرتك اشرت كده التنسيق على المستوى السياسي عالي على اكبر درجه؟ طبعا المشاكل اما مشاكل فنيه، يعني على سبيل المثال مشاكل تمويل مثلا، يعني المعروف انه في العلاقات بين الدول البنوك هي التي تمول. ففرنسا اتخذت خطوه في الحقيقه يعني نادره، هي انها طلبت في يعني صفقات اخيره من البنوك الفرنسيه بضمان الدوله الفرنسيه. تمام. ان تاخذ هذه البنوك مكانه متقدمه في الدفع بتنفيذ العقود. اعتقد ان فرنسا الان على هذا الطريق، تريد ان تكمل لتخرج من مجال التسليح الى مشاركه البنوك الفرنسيه في مجال التسليح الى مشاركتها في مجال الاستثمار، على خصوصا في مجال المواصلات، في مجال السياحه، في مجال تحليه المياه. هذه نقطه فنيه مهمه، واعتقد رئيس الوزراء يعني تم التوصل لحلول مهمه قوي فيها مع جون كاستكس رئيس الوزراء الفرنساوي. في الاجابه على سؤال حضرتك، هناك نقطة أخرى ربما يعني تكون يعني قديمة حديثة، هي المعوقات الإدارية. يعني لا يجب أن ننسى أن فرنسا مثل مصر دولة زراعية قديمة، يعني عندها تراث ميراث قديم من العمل الإداري. يعني لا يجب أن أعتبر مش عشان هي فرنسا بقت المسائل سهلة سريعة، لا. في الواقع رئيس ماكرون قرر من العام الأخير ده أنه ينطلق مع مصر انطلاقة أوسع، ويعطي للبنوك الفرنسيه والهيئات الفرنسيه والشركات الفرنسيه ضمانات من الدوله من اجل ان يتوسع الاستثمار في مصر. زياره النهارده زياره فاتحه خير، لانها هي هتكون الترجمه العمليه لهذه الرغبه السياسيه من جانب الرئيس ماكرون. عشان كده كانت مطالبه من قبل رئيس الوزراء انه يتم تشجيع الشركات الفرنسيه، يعني القطاع الخاص تحديدا، انه يستثمر يكون موجود في مصر. اكيد حضرتك، يعني احنا فاكرين في الثمانينات والتسعينات كان الاستثمار الفرنسي في مصر وصل للدرجه الثانيه واحيانا الثالثه. في الواقع فرنسا ليها فعلا زي ما قال المسؤول الفرنساوي النهارده، عندها كابيتال، عندها راس مال مهم جدا في مصر، هو ان الاداره المصريه سياسيا والشعب المصري نفسه عنده شيء من الميل للاسباب التاريخيه حضرتك عارفها، عنده شيء من الميل لفرنسا، وبالتالي لابد من ان يكون هذا باب تدخل منه الشركات الفرنسيه الى مصر. اليوم عندك في فرنسا جهات كتير قوي بتعمل في مجال الاستثمار الفرنسي في الخارج، وبعضها حكومي وبعضها اهلي مدني يعني. طيب. النهارده المسؤولين في الجهتين دول قرروا الدخول بقوه على ميار الاستثمار. انا اعتقد بامانه
انه خلال الاشهر القادمه وربما على اول السنه اللي جايه هتوقع عقود في غايه الاهميه، وسوف نرى تواجد فرنسي اقتصادي واسع المدى يعني يتخطى المجال السياحي وهو مجال كبير قوي، على ذكر يتخطى المجال السياحي الى مجالات الميه، الى مجالات الكهرباء، الطاقه، الى مجالات المواصلات. يعني مثلا حضرتك احنا كلنا عارفين تاريخيا، اذا سمحت لي ببعض الاستطراد، عارفين تاريخيا ان المترو، مترو القاهره اول خط مترو هو خط فرنساوي. طب فاكرين احنا الحكايه دي، فرنسا في طريقها الان الى من يعني اخراج من معاملها ومصانعها اخر صيحات خطوط المترو في العالم. في الحقيقه خد بالك الخط المترو الفرنسي ده اقدم خط مترو في العالم، يعني اول خط مترو افتتح في باريس 1901. وبالتالي فعندهم خبره واسعه لم نستغلها نحن بعد كما يجب في مصر، كذلك في مسائل القطارات. حتى ولو رغم ان احنا عندنا في مصر تقاليدنا في السكه الحديث تقاليد انجليزيه، ولكن هم يريدون ان يدخلوا معنا في تنافس مع دول الاخرى في مصر. هناك غيره فرنسيه من اليابان، لماذا نحن نعطي اليابان كل هذه المكانه بينما ليست اليابان مع مصر ومع القياده السياسيه في مصر كل هذه، يعني هذا التفاهم واسع المدى بين الرئيسين على سبيل المثال. معروف العلاقه بين الرئيسين علاقه تفاهم واسعه المدى. وبالتالي زياره اليوم توقيتها ياتي في وقت مناسب ستنتج عنه نتائج طيبه على الاقتصاد المصري باذن الله. طيب على ذكر التوقيت برضو وتزامن الزياره دي مع اتفاقيات سابقه حصلت مع الجانب القبرصي واليوناني، انا بتكلم على الغاز، بتكلم على الطاقه بشكل عام، وصلنا لاوروبا، فرنسا برضو في قلب المشهد ده، شايف برضو ازاي يعني نمد اواصر التعاون في الملف ده؟ عارفه حضرتك مسكتي يعني نقطه حساسه جدا لسببين، اولا سبب تاريخي، ثانيا سبب جيوبوليتيكي واقعي الان. اسمحي لي سبب التاريخي في عجاله شديده جدا. اتفضل كلمتين. اتفضل حضرتك، اول خط غاز دخل مصر دخل في العصر القديم عباس حلم الثاني، وكانت انشاته شركه فرنسيه. يعني العلاقه قديمه مع فرنسا في الحته دي. الحاجه الثانيه طبعا كلنا عارفين، حتى الكهرباء كلنا عارفين شركه لوبون بتاعت الكهرباء هي شركه بلجيكيه فرنسيه. تمام. على اي حال خلينا نتكلم على غاز شرق المتوسط. مصر دعمت دخول فرنسا بقوه في كمراقب في منتدى غاز البحر المتوسط. الرئيس السيسي شخصيا اراد ان يكون هناك حضور فرنسي في هذا المنتدى، وطبعا لاسباب معروفه، اسباب معروفه. مصلحه مصر اقتضت ذلك. هذه نقطه، النقطه الثانيه هو ان فرنسا يعني مش عايز ادخل في منطقه صراعات سياسيه مع تركيا، ولكن فرنسا الو ايوه يا فندم سامع حضرتك كويس. فرنسا تعرف جيدا ان هناك اطماع دول معينه في شمال البحر المتوسط تريد اما الاستحواذ على منابع الغاز في هذه المنطقه، واما فرض نفسها على دول جنوب المتوسط كما حدث بين تركيا وليبيا على سبيل المثال. الى اخر هذا دون الدخول في تفاصيل. وجود فرنسا كقوة عظمى أوروبية، أفكر حضرتك بحاجة مهمة. اتفضل يا دكتور. القوة العظمى في أوروبا اليوم هي فرنسا، بعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي أصبحت فرنسا هي القوة العسكرية الكبرى التي تمتلك سلاح نووي الوحيدة في أوروبا. وبالتالي هذه مركز ثقة كبير جدا، مهم للتوازنات المصرية، مهم جدا. يعني في الحقيقة الإدارة المصرية الحالية تفهم جيدا أن التوازن ليس فقط في مجالات السياسه بل ايضا في مجالات الاقتصاد. ماذا يفيد اذا كنا متفاهمين سياسيا وامنيا وعلى المستوى الاقتصادي ليس هناك بالشيء الكثير؟ أيوة. مثلا ايوه كله يكمل بعضه حضرتك، كله يكمل بعضه. الدور الفرنسي قادم وبقوه، ولعلنا نشهد في مصر ان شاء الله في الاشهر القادمه حضور كبير جدا يعني الصناعات الفرنسيه للاختراعات الفرنسيه. انا شفت اخر مترو في الحقيقه يعني شيء مدهش، يعني شيء جبار، يعني هو حتى لم يظهر في باريس ان شاء الله في اول العام القادم. يعني شيء يعني لو دخل عندنا مصر انا اعتقد ان المواصلات في مصر هتتغير كلها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التعليق فندم دكتور احمد يوسف المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الاوسط بباريس، شكرا يا فندم على وجودك معنا.